معكم المزارع محمد البكري من قرية التمانعة ريف إدلب الجنوبي. نقوم اليوم بقطاف موسم الفستق الحلبي. الفستق الحلبي طبعا بينحاش على مرحلتين، مرحلة العجر وهو بيروح للتكسير، ولبوزة يسمى لبوزة يعني بالأسواق، ويقطف مستوي وهو للتحميص محامص اسمه فستق سحب. نقوم اليوم بقطاف الموسم الفستق. طبعا المزارعين اليوم عم بيعانوا من مشكلة كبيرة في قطاف في موسم الفستق، بما انه الريف ادلب الجنوبي يعتمد اعتماد اساسي على هذا الموسم او هذا النوع من الموسم. عم نعاني كثير من قطاف الموسم بسبب يعني الحصار اللي صاير علينا. طبعا بعد انه بلدة التمانعة صار لها اكثر من 5 سنين نازحة عن قراها وعن حقولها وعن مزارعها يعني. الحمد لله اليوم الموسم السنة اول سنة بيجينا موسم مليح، والمزارع كان متفائل كثير في هذا الموسم، بس للأسف المزارع عم ينزل الموسم على السوق عم ياخذ ربع الأسعار، ربع السعر. عم نول ما كان عندنا موسم هذا الموسم، وكان ينباع عنا الكيلو ب 2250 ليرة. اليوم المزارع كان عنده أمل كبير بالموسم، لكن عم يروح على السوق عم يتفاجأ إنه سعر الكيلو 600 ليرة أو 700 ليرة. هذا الشيء كله بسبب الحصار اللي صاير على المناطق المحررة، اعتبارا من ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وباتجاه الشمال. نحن بنناشد المعنيين في هذا الأمر إنه يلاقوا لنا تصريفي لهذا الموسم أو لهاي المادة في الذات، مشان المزارع. المزارع طبعا عم بيعاني كثير الموسم، عم بكلفه من ري، من اسمده، من تقليم، من جميع الجهات يعني. لما عم بيجي على الموسم ما عم بيطالع نص اللي عم بيحطه. طبعا في من الصعوبات اللي عم بتواجه المزارع انه هاي شجره الفستق اول شغله بدها 13 سنه عنايه شديده لحتى تحمل. المزارع بيضل يتعب فيها 16 سنه لحتى تشيل وتصير تعطيه انتاج. واليوم مثل السنة حوشت هاي الشجرة، سنة الجاي ما بتحوش، يعني بدي يخدمها سنتين لياخد منها موسم. ومثل ما قلت لك عم ناخد الموسم، يعني عم بيضل سنتين بيتعب فيه المزارع، بيروح على السوق بيجيبه ب 700 ليرة. عداك عن هيك موضوع الري نسينا ما ننوهكم عنه، انه موضوع الري عندنا هون نحن بسبب الحصار اللي صاير علينا، موضوع الري عم بكلف استخراج المي من الارض عم بكلف كثير بسبب غلاء مادة المازوت. هون الري كله على يعتمد على الابار الجوفيه، وكله بده مازوت وبده مصروف. بسبب غلاء المازوت عندنا معاناه شديده بالري. والله هذا لحال من العطش. ما في حدا من هون؟ لا خالص؟ بالنسبة لموسم الفستق الحلبي السنة في ريف إدلب الجنوبي كان موسم ضخم جدا وإنتاجه وفير الحمد لله، ولكن في شوي انخفاض بالأسعار بسبب زيادة كمية، وهذا أدى لانخفاض أسعاره بالنسبة مقارنة مع السنة الماضية يعني بالنسبة للنص أو أقل. وفي عندنا مشاكل شوي بموضوع التصدير بسبب الأوضاع الراهنة، هذا بيؤدي لانخفاض السعر. وبالنسبة للتاجر يعني ما بيحسن بيحدد سوق الفستق الحلبي، لأن بيحددوا عدة عوامل بالنسبة لموضوع تصدير الطلب العالمي، وهالأمور هاي بتؤدي أحيانا لارتفاع السعر أو انخفاضه. وبالنسبة للموسم الحمد لله كان إنتاج سنة ضخم وكويس، والأمراض كانت كمان قليلة، والموسم يعني النوعية السنة كان النوع جيد والكم جيد. بالنسبة كمان لحتى للقطاف الفستق الحلبي تغير
عن السنين السابقه، كل ما له على تحسين وتطور. يعني سابقا كان في مشاكل، المزارع كان يضطر انه ياخذوا ويطوفوا بالمي ويتعذب، ولكن حاليا عمليه قطافها بتصير عن طريق انه بتجيب ورشه بتقطف الفستق الحلبي بعناقيده، وبيتحمل مباشره بيجي على آلي لقشر الفستق الحلبي، بتفرز الشوائب وبيطلع معنا فستق نظامي مباشره، وبقوم بنشره على اسطح او على مسطحات من الاسمنت او الزفت بدها مده نهار او اثنين حسب الجو والطقس، لمده يومين بقوم بتغليفه باكياس نايلون وحفظه في اماكن يعني خاصه للتخزين، او بعض المزارعين بيقوم ببيعه مباشره من بعد قطافه، بيعرضه على السوق ويقوم التجار بشرائه وتسويقه للسوق الخارجي. بالنسبه للاسعار السنه كان سوقها يعني في رخص شوي بالسوق، قلنا بسبب زياده كميه الانتاج مقارنه مع السنه الماضيه. يعني السنه الماضيه كان تقريبا حوالي 4 دولار بالنسبه للفستق العجر. 7 وربع شرة يا محمد، شرة شرة ما حد بيروح، اللي قال 7 وربع قال 7 وربع شرة. انا دفع مصاري 30 30 لا 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 30 ما بيجوز هذا الحكي، جاتوا بقى المطر يا زلمة 30 ايه 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 انا مسؤول عن الحكي.